السلام عليكم شباب، شوفوا شلون الصحة مثل ما شوفون اليوم راح نلعب تحدي مع الثلج. شفتوها لا عصير بدو كل تحدي مع الثلج يلا سامحوا لي ثلجية والخلود النارية الساحر آخر شيء إذا كان عم باور هذي الضوية مثل ما شوفوا خلص التحدي وانا خسرت بيه، بس رح نقول لي بطل التشالنج.
والتشكيل اللي لعبنا به. وهنا وصلنا لنهاية الحلقة. إذا عجبتك دوس لايك، لا تنسى الاشتراك في القناة. مع السلامة. سبسكرايب يا غني.